كذا منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادوا لنا السكر، زادوا العدس، زادوا المعيشة كاع، السكنة كاين. يا خويا اللي ماشي قادر المسؤولية يروح. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. مشاهدي تلفزيون رشاد الكرام، سلام الله عليكم وحياكم الله. تمر على الشعب الجزائري هذه الأيام الذكرى 21 لانقلاب زمرة من الجنرالات على إرادة الشعب، مما أدى إلى إحداث دمار هائل في كل النواحي الحياة، بما في ذلك في قتل ما يزيد عن 200 ألف جزائري وخطف الآلاف وتعذيب وجرح العشرات الآلاف وتهجير مئات الآلاف في الداخل والخارج، ناهيك عن الدمار النفسي الفردي والجماعي وإضعاف النسيج الاجتماعي وتخريب الاقتصاد والصحة والتعليم وإضعاف المؤسسات الدولة وأجهزتها. إن هذا الدمار الشامل طال على وجه الخصوص القطاع الدبلوماسي الذي أصيب بالإفلاس إلى حد أضحت الدولة الجزائرية عاجزة على حل المشاكل القائمة بدول الجوار، تاركة المجال للقوى الخارجية للتدخل في مجالها الحيوي. إن فقدان النظام للشرعية جعله عاجزا على الفعل والتأثير على المستوى الإفريقي والمغربي والعربي، ففقدت الجزائر بذلك النفوذ الذي كانت تحظى به في السابق في هذه الفضاءات الجغرافية. فهل بات النظام الجزائري يمثل في حرب فرنسا على مالي ما كان يمثله النظام بريز مشرف في حرب أمريكا على أفغانستان؟ ما الذي انقلب حتى تنضم الجزائر إلى فرنسا في حربها على أنصار الدين بعد أن كانت هذه الأخيرة تستقبلهم في العاصمة بشكل رسمي وتلتقي بهم وتفتح لهم المكاتب؟ فهل هناك تشابه بين علاقة مخابرات باكستان المريبة والمعقدة مع الجماعات الإرهابية المختلفة، كما هو الأمر بالنسبة للمخابرات الجزائرية مع الجماعات المسلحة الإسلامية، وذلك منذ تسعينات القرن المنصرم بل وحتى قبل ذلك؟ لقد أقامت السلطة وتوابعها السياسية وأبواقها الإعلامية الدنيا ولم تقعدها عندما استنجد الشعب الليبي لحمايته وطلب بتغطية جوية تغطية تنقذه من أنياب وإبادة مؤكدة على أيدي آلة القتل القذافية، فاتهم بجرذان النيتو وبالعمالة لصالح قوى الصليبية. كما فما عسى هذه الأبواق أن تقول لنا اليوم عن فتح المجال الجوي الجزائري ولطائرات المستعمر القديم لتهتك سيادة الجزائر وتسخير أراضيها المخضبة بدماء الشهداء في ضرب الشعب المالي الشقيق والقريب منا. لماذا يتخمنا النظام الجزائري محليا بالذود عن السيادة الوطنية وما إلى ذلك من العنطريات ما لبث أن تكتشف أو نكتشف عبثها ليأتي السيد من وراء البحر، سواء كان رفران أو ساركوزي أو كما هو الآن فابيوس وهولاند، ليخبروننا بخبر اليقين ويطلعنا هولاند هذا الأخير في سبيل المثال أن بوتفليقة هو ومن وافق على طلبه بفتح الإقليم الجوي الوطني ووضعه تحت تصرف الطيران الحربي الفرنسي، وهذا من دون شروط. يؤكد بذلك تصريحات وزير الخارجية لوران فابيوس الذي كان سباقا في إعلان هذا الخبر الذي تكتم عنه النظام الجزائري الغارق في ترتيبات كيفية استمراره عبر مبايعة رئاسية أو تمديد رئاسة ثالثة إلى 7 سنوات، أي لتحقيق ذلك فهو مستعد نظرا لضعفه إلى الذهاب أبعد من رهن ومقايضة مصالح البلاد من الابتزاز وتبديد خيرات البلاد، بما يؤكد مرة أخرى أن الجزائر قد أصبحت مستعمرة تابعة لفرنسا، علما أن دستور الجزائر يمنع أي تدخل للجزائر في شؤون دولة أخرى،
بذلك تكون فرنسا قد وضعت الجزائر من خلال حكامها في ورطة حقيقية وأدخلتها في حرب لا تعنيها، بل تزج في من خلالها البلد في محاربة أشقاء والمشاركة في إبادتهم، مما يترتب عليه عواقب جمة. ثم أليست عملية الهمجية أو الهجومية في القاعدة النفطية في عين أم الناس التي لم تنضج بعد كل خيوطها وتبقى إحدى تجليات هذه السياسة المغامرة من قبل جنرالات الجزائر، بما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات الخطيرة، منها حتى تذرع الطيران الفرنسي في تعقب من يسميهم بالإرهابيين داخل التراب الجزائري للقضاء عليهم، بما يذكرنا ما حدث ولا زال يحدث في حرب أمريكا على الإرهابيين الأفغان داخل الأراضي الباكستانية. إذن فبما يشعر المواطن الجزائري إزاء سماح سلطة النظام الجزائري للطيران الفرنسي باستباحة الأجواء وربما غدا الأراضي الجزائرية؟ وهل يوافق على هذا التدخل؟ وهل يعتبر كل هذه أو هذا نتائج من تداعيات الانقلاب على الشرعية واغتصابها من كمشة الجنرالات التي تقرر دون الرجوع للشعب بل تؤمر وتسير من فرنسا؟ وهل أصبحت حرمة الجزائر وأراضيها في خطر؟ نسمع لتعليقكم ولآرائكم، وهذا بعد الفاصل، فابقوا معنا. حصة التغيير الراشد تعرض عليكم من خلال عددها لهذا الأسبوع أولى حلقات السلسلة الوثائقية القوة أقوى تأثيرا، تتناول أهم التجارب اللاعنفية في نضال الشعوب من أجل التحرر من نير الاستبداد أو الاستعمار. أولى حلقات هذه السلسلة في المين، الأول يقدم تجربة الهند وكفاح المهاتما غاندي أبي الأمة الهندية في نضاله من أجل تحرير الهند من قبضة البريطانيين. أما الحلقة الثانية فتتناول تجربة الشيليين اللاعنفية في إنهاء حكم العسكر الذي جسده الجنرال بينوشي. كما تستضيف الحلقة جمعا من مناضلي حركة رشاد من أجل نقاش أوسع وتحليل أعمق لهاتين التجربتين. حصة التغيير الراشد نسعى بها دفعا حسنا من أجل تغيير حقيقي وجذري في الجزائر بالوسائل السلمية، تأتيكم كل يوم جمعة على الساعة 8 بتوقيت الجزائر، فكونوا في الموعد. إذن أهلا وسهلا بكم معنا. ها هو النظام اليوم يفتح المجال الجوي الجزائري للطائرات الفرنسية والغربية بلا حدود، كما صرح بذلك وزير الخارجية الفرنسية إذعانا لأوامر فرنسا التي بدأت حملتها العسكرية على مالي بذريعة مكافحة الإرهاب في هذا البلد وفي منطقة الساحل والصحراء عموما. كما تم إغلاق الحدود الجزائرية المالية بأمر فرنسي واضح وصريح. إن النظام الجزائري لم يكتفي بمباركة هذا التدخل بعد أن ظلت أبواقه الإعلامية تدعي أنها تعارضه، أي هذا التدخل، بل ها هو يساهم فيه علنا بلا خجل ولا حياء. فهل أزمة مالي كشفت المسطور وعن تداعيات ونتائج أفرزها الانقلاب على الشرعية سنة 1992؟ إذن ونبدأ بأول مكالمة. الطاهر أم البواقي، السلام عليكم. مساء الخير أخي عبد النور. أهلا مرحبا بك سي طاهر. أحيي حول الجزائر أمثال محمد العربي الزيطوت وسعد جبار وعبد الله أنس ونور بن عيد حمودة وجمال عفار. نظن يا أخي العزيز احنا مش هذا ليس غريبا علينا، هذا النظام انبطح في أحضان فرنسا، هذا يدور في فرنسا يقري ولدهم في فرنسا، هي دي فرنسا مهم يا أخي العزيز. احنا هذه ما جيناش المغربة وهذه ضربت عينا من نفس عبارة عن مفتاح ما كانش منها خلاص والله ما تتسع. لو دي ما يديروا لها رجالة اي ام سدمول هي وكذا ام شاو مشموعة من سلاحة وكذا الله اكبر وكذا، والله ما تتسع حاجة، والله نحلم بك يا عبد الله لا تتسع حاجة، والله في الماك كما كان يديرنا في التسعينات بكري ام مشموعة هاي قوات الامن ردت ويعني يديروا فيلم وكذا. يعني تشبهها سي طاهر اذا تشبهها في 95 لما كان النظام راح يسقط بدال في التذبيح وفي قتل الناس وفي المجازر، بعد ذلك قال ان يعني درنا عمليه اختطاف الطائره في فرنسا وكل شيء، يعني تشبه بهذه الناحيه. شوف
أخي عزيز، سقوط النظام ما نشوف فيه مازال. لماذا؟ لأن لازم النموذج التونسي والنموذج المصري، هذا ولا يطيح النظام الجزائري. والله ما يطيح حاجة، وأقسم بالله ما يطيح حاجة. شوف يا النظام الجزائري هذا، كون ما كنش النموذج التونسي ونخلصوا أكثر، إذا كان في 54 مات مليون ونص، والله اليوم يموتوا ثلاثة باش يخلوا الكرسي. السلام عليكم وربي يوفقكم. الله يسلمك سي طاهر، بارك الله فيك سي طاهر. عندي أبو صهيب. نعم أبو صهيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي عبد النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخي. الله يبارك فيك، كيف الحال أخي عبد النور؟ والله الحمد لله. تفضل أبو صهيب. بارك الله فيك وأحسن الله إليك إن شاء الله. قبل المداخلة أحيي كل الأحرار داخل الجزائر وخارج الجزائر، وخاصة أمنا الحبيبة أم أمين. أما بالنسبة للمداخلة يا أخي، نحن في الجزائر يا أخي قد عشنا أيام حلوة، وخاصة عندما كان هناك الانفتاح الديمقراطي، حيث توج بظهور بعض الأحزاب وبعض الجمعيات وغيرها من الأشياء التي تصب في مصب، وهو الانفتاح والحرية وغير ذلك من هذه العموميات. ثم جاء ذلك المشهد المظلم الدامس الذي هو كله صواعق وأمطار وأعاصير ورياح، حيث صدرت الشرعية التي جاءت من خلال الصندوق، وقد شهد لها هذه الشرعية القاصي والداني، وحتى أولئك الذين رفعوا الديمقراطية كشعار في الدول الغربية. ولكن عندما جاء هذا الإنتاج إن صح التعبير، وهذا المشروع الذي سيجعل الجزائر أو الجزائريين بالأحرى يعيشون حياة سعيدة وكريمة، هناك من رأى بأن هذه ليست ديمقراطية، لأن الشعب اختار الإسلام وما أدرك من الإسلام، حيث صدرت الشرعية، وعندما صدرت الشرعية جاء الاستبداد وجاء الفساد. ثم أصبحت نعم يا أخي عبد الله. نعم تفضل. يعني هل هذه مش اللي نعيشه اليوم؟ يعني هل هي تداعيات ونتائج الانقلاب على الشرعية في 92 برأيك؟ نعم هذا هو الكلام. لقد أصبت المقتل بالأحرى يا أخي عبد النور. عندما صدرت الشرعية، أي عندما صدر هذا حق الشعب، جاءت أشياء لا تصب في مصب مصلحة الشعب. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يمثلون هذا الشعب، ليس لهم الشرعية يا أخي. هذه القرارات وهذه التوصيات التي تصدر من حين إلى آخر، لا تصدر من ذات الذين يحبون هذا الشعب ويحبون هذا الوطن، إنما هذه إملاءات خارجية، هذه محافظة على المصالح فرنسا وما أدرك ما فرنسا. يا أخي عندما جاء هولندا جاء بإملاءات وجاء بأشياء تصب في مصب مصلحة فرنسا أولا وقبل كل شيء، وهي لابد أن تفتح كل المجالات إلى فرنسا. ليس الأجواء يا أخي، إنما كل الأشياء، الجانب المادي والجانب المعنوي والسياسي وغير ذلك من المالية، مقابل أن تغلق الملفات السوداء التي هي بيد فرنسا على هؤلاء الذين قتلوا الجزائريين وشردوهم وشزوا بهم في السجون وذبحوهم وهم أبواق فرنسا. نعم يا أخي، ما يجرى في المالي إنما هو تداعيات إلى هذه السياسة الفرنسية، هذه المستعمرة التي استعمرتنا ولازالت تستعمر، ولكن لا تستعمر أولئك الرجال الأحرار، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. المؤمن لا يرضى بالظلم ولا يرضى بالإذلال ولا يرضى بالخنوع، إنما هو يرضى بالعزة، لا يطأطأ رأسه إلا للمولى تبارك وتعالى. أما هذه الأشياء التي تقع في مالي فهي إن صح التعبير الحرب الكونية على الإسلام، الحرب الكونية على الشرعية، لأن الإخوان في أزوات يا أخي عبد النور أرادوا أن يكونون أحرار، ولكن فرنسا قالت لهم لا تكونوا أحرار، لابد أن تكونوا تحت أقدامنا. إن يا أخي
هذه الأشياء التي تصب في مصب واحد وهو المصالح الفرنسية جاءت من خلال ومن يعيش ومن يعيش أبو صهيب ومن يعيش يرى. أنا نشوفوا كان يقولوا لعيس يسمع ذوك الآن من يعيش يرى. شكرا لك أبو صهيب على هذه المداخلة. نأخذ أبو علي. أبو علي تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الجو تاع الاحتراق الجزائري اللي عند مطير هذا تكريم للشهداء الله يرحمهم. نعم هذا تكريم للشهداء والولاد هنا هذوك اللي راهم يدعوا ولاد الشهداء حاشا الشهداء. نعم هذا تكريم لهم. واش هو الجزائر اللي مازالوا فيها مهما كانت قبيس وقت برك وقت والله ما طلقناه بإذن الله عز وجل. والله يدمت الشهداء يونس وما راح بعض غير نحط أبو علي نهاية. أبو علي نعم أظن أن التغيير قادم بإذن الله مهما كانت الموت وحنا يقعدوا أولادنا للآخر نهاية. وكيف يكون كيف ترى التغيير أبو علي؟ وش هو كيف تشوف التغيير؟ هل هو يعني عنفي بسلاح ام التغيير يكون بتغيير سلمي ام لا. ما هو ما نوع التغيير؟ تغيير سلمي وراح من الاخر نهايه. هذا هادو دائما ناكلين الدم تاعنا شربوا الدم وهذا الشعب ثاني اللي راه يضرب على مصلحته الموضوع على جنب زيدونا هو يزيد لك 500 منا ويزيد لك في المعيشه. كاين الناس اللي ما خدامش كاين الناس اللي بلا لا روتريت. نعم لازم تخمم من هذوك الناس مساكن ثاني وسي لازم الانسان يخمم لذلك ما يخممش غير زيد يعني حبس في البوسطه زيدوا لي واش يسميها والشعب الاخر خليه يشرح لي فيه يزيد لك منا ويزيد لك منا يعطوها لك من يد واحده ياخذوها من يد الاخرى. يعطيك الصح قضيه وقت باذن الله عز وجل هاي جاي هذا ويكشف فيه مربي بالجهه بالعقل برك. والسلام عليكم ربي. السلام ورحمه الله بارك الله فيك ابو علي على هذه المداخله. ناخذ مكالمه سكايب من الو. نعم نعم خويا راك على المباشر. شكون معايا؟ الو. نعم الو اكل مباشر خويا. انا على المباشر. نعم خويا. يا الاخ الكريم القضيه تاع مالي. شكون خويا الاسم الكريم؟ عثمان. عثمان سي عثمان تفضل. تفضل تفضل سي عثمان. القضية تاع مالي اللعبة تاعها راهي باينة يا اخي. كيف؟ الغرب كي حب يحرك الشعب حركوا في كل دول العربية. ايه تفضل تفضل كمل فكره. حركوا في كل دول العربيه دوك حب يحرك الشعب الجزائري حب يحركوا بالتدخل الفرنسي في مالي بيخلق الازمه في البلاد. نعم ظني اذا العمليه هذا التدخل الفرنسا في مالي بسبب الجزائر باش يحركوا الشعب الجزائري. بيحركوا الشعب الجزائري بصح هذه نعم. عيطوا لها يا اخي الكريم هذا الغرب. الغرب عمره ما يحب الخير للشعوب العربية والدولة الإسلامية. بصح فرنسا ليش تحرك الشعب الجزائري؟ وش مصلحتها؟ مصلحتها في حبة تعاود تولي للبلاد هذيك خطية تبكي عليها بصح ما كاش كيف ما تنجمش. أظن 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 فرنسا أظن فرنسا مش بالجزائر. أه؟ أظن الجزائر للجزائريين. الجزائر للجزائريين برك. الآن نعم. ولكن كيف السلطه يعني تسمح لفرنسا بعبر الاجواء الجزائريه للطائرات الحربيه؟ يعني السلطه متواطئه مع فرنسا وكيفاش؟ ما نقولوش احنا السلطه متواطئه، احنا نقولوا الغرب هو مسيطر على كلش. هذه فهمناها. ولكن هاو النظام الجزائري بوتفليقه اسمح بالطائرات الفرنسيه تعبر اجواءنا باش تضرب مالي، اذا متواطئه مع فرنسا اذا. إذا جنرال في الجزائر متواطئين مع فرنسا يحبوا التغيير. يحبوا الربيع. يا الأخ الكريم هذه عيطوا لها اللعبة القادرة اللي تلعبها الغرب. نعم.
الغرب عندها مصالح، الغرب ما تحبش دولة تكون زعما. كمل الفكرة تاعك. عندها مصالح، بصح ما كاش كيفاش هنا في الجزائر مارغري عندنا ازمات وعندنا كل شعب، بصح ما كاش كيف هنايا هنا وفرنسا ما عندناش علاقه، الشعب فرنسا ما عندها حتى علاقه تامه الى الابد. ومصلحه السلطه اين تكمن؟ مصلحه السلطه في الجزائر. السلطه تتكون في الشعب، الشعب هو اللي السلطه. نعم، هذا في الدستور. الشعب هو هذا في الدستور سي عثمان. الشعب هو السلطة. نعم، هذا بند من الدستور الجزائري، ولكن في الحقيقة هل هو مصدر السلطة؟ بصح الله غالب. ما الحل ما كاش هو. لو كان ما تمشيش بهذه الطريقة، لو كان هنا راهي صرات عندنا فوضى في البلاد، وهنا ما نروحوش للفوضى إن شاء الله بربي. بارك الله فيك سي عثمان على هذه المداخلة وهذا الرأي. ناخذ رأي واحد آخر. من معي؟ ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. شكون معايا؟ معك حماني من عنابة. سي حماني، أهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا، كنور الدين. لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. واش رأيك في التدخل اللي كان قبل منك سي عثمان؟ واش رأيك؟ والله ما سمعت، وبصح الا نغلق على الاحداث الاخيره اللي وقع في الجزائر. نعم. اخي، هناك صراع يا اخي بين ثلاثه مصالح في الجزائر الان. مراكز القوى، هناك مركز قوى مع فرنسا، ومركز في قوى يمثل المصالح الامريكيه والبريطانيه، ومركز قوى في السلطه الجزائريه هو مركز وطني يضم مجموعة من الضباط والجنرالات إلى آخره. هناك ناس وطنيين في الجزائر يا أخي. نعم. فرنسا أخي، هذا تدخل الأخير لما شعرت بأن المصالح تاعها مهددة في الجزائر وفي المغرب العربي، قامت بإعادة الانتشار في هذه المنطقة حتى تهدد الذين أرادوا الخروج من المصالح الفرنسية، من الزمرة الفرنسية، بأن فرنسا قريبة منهم. نعم. لو كنت رحت أخي زيارة الملك أمير قطر، فأمير قطر جاء إلى الجزائر بمباركة أمريكية وبريطانية يا أخي. نعم. سمعتي يا أخي؟ نعم، نسمع فيك. فأمير قطر جاء بمباركة أمريكية بريطانية، والمصالح اللي يتمثل امريكا هو يمثلها الرئيس بوتفليقه، ويمثلها بعض الاخرين، وهناك مصالح تمثل فرنسا، وهناك جناح اخر وطني. الجناح الوطني الاخر يرفض سيطره عبور الطائرات والخضوع لاي مصالح. فالان الصراع يا اخي وقع بين هؤلاء المصالح في ثلاثه، في هؤلاء الاجنحه. ونحن كشعب جزائري يا أخي، كشباب وكمواطنين وكجمعيات مجتمع مدني وإلى آخره، ننادي بالتغيير الجذري السلمي في الجزائر، وما نحب وصاية لا لأمريكا ولا لأوروبا ولا لفرنسا ولا أي طرف. إحنا نريد تغيير جذري سلمي يكون يسمحوا فيه الجزائريين كلهم بالديمقراطية، ويشارك فيها الجميع ونبنيه يا أخي. نردين. نعم، بارك الله فيك سي حماني على هذه المداخلة وهذه المكالمة. ناخذ الهادي من باب الود. الهادي من باب الود. باب الود. نعم، باب الود. نعم، اهلا مرحبا بك خويا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ألو. انا اسمعوا فيك سي الهادي. باب الواد، هادي باب الواد. نعم، اسمعني من التليفون، ما اسمعنيش من التلفازة من فضلك. يعني اسمع لك انا من التليفون. خلاص يا روح تفضل. لا مالك تتكلم مالي. نعم، واش رايك؟ واش رايك في مالي؟ ماشي في مالي، في البلاد، في التدخل في مالي. اسمع خويا،
نعم. احنا نحكوا لك كمالي قلبي حاسك ولا يبنك لو يموليها اهلا قش ويتباب انسباب روت اهلا قش احنا الداخل انا نسكو بيه وما نحقونا المالي اتشابه يلاتي بالبارون انا صوتي لك اش منك تسمع يقول كا قريب ما قريب كدايا دي ارجع سان تستي اما ينسو في تبرك بلك روت الواحد اما يقولوا له البارون جزائر رايحة ومدلها وفرين ورا قدام ينسو في الغاشي مشان بالي ما كانش لولاتي انا نقول كمين انا وجاسمة انا بديت من البلاد من كاش ديها انا اشتاد شفتو الخامة خاب بلاد دا لكن لك يبكروش هاو لك يبخور زي ما كاش من هذا كيب مالي يا هادرا هكذا ما ديما ما كان مالوكو احنا رانا كما قلت كما لا لولا انا ما فرنسا لك احتى ما جمع سيل هادي هاك انت واحد تتكلم ويعني قلبك محروق على الجزائر ويعني اكتفهم القضية كاين الناس كيما انت كذلك ماشي كل الشعب الجزائري ولا لا في داش ما انت قريب داك انت كان ما في دير ولا في دير ميتي داك الساد اخو ولا اصبح الشعب الجزائري هكذا في رايك انت يا سيل هادي ايوا شو قلت لك اللي قرصوا الحنش يخاف من حبيبه ما قرصنا الحنش خو خلاص الجامع يخافوا خير ما يخافوا الخوف يعني الخوف هو اللي دار له هكذا احنا نسيت خلاص يا خوات ما تبعت لي كونفوكاسيون يبدا يترع لا لا باش نسلم لي الباتوان لا باش نطلع من الباتوان خلاص احنا ما بقالناش احنا كاش بقالنا كان بالك جاي صغار هذوك يطلعوا على مرتاحين سنا بعبي يعني احنا خلاص كنا نبدلوا عندك امل في التغيير سي الهادي ولا لا قلت لك لا تغير مثل ما جاي صغار 21 سنة الورا مازال بارك الله فيك سي الهادي وشكرا لك وتحياتي لك وللناس باب الواد ناخذ طيب من الجزائر سي طيب هل طيب معنا عمار من سقراط يا اخي عمار سي عمار اهلا مرحبا بك استي واش راكم اخويا لاباس عليكم والله لاباس الحمد لله واش رايك في تدخل الفرنسي في الحرب على مالي سامح نعطيك واحد المقدمة صغيرة برك ونقول لك العزوزة هذيك اللي قالت لك العكازة راهي العكازة العزوزة هذيك اللي قالت لك العكازة راهي معوجة من فوق لا هي المراكي غلطة العكازة راهي معوجة من تحت احنا في دار تمدوروش عندنا شر دايرة تقول بشر اسد شي هو عندنا بشر اسد هنا بوش تقابله يحب لك ونشوف البلدية دايرها تحت رجلو عندنا والي الولاية ما يجيش ما يروحش للدوائر قال لي إذا كان درت عليه الوزير من فوق يديروا دار طوال في الشوارع ويزوقوا له الطريق ويخدموا له التروطوارات ويديوه يغديوه ولا مسيين برك جا وزير الشباب الرياضة صغارات غض دور عصاب منفض خلو هذه واحدة ندخل له درك هذا يعني العزوز بوش تكون عندها فكرة بلاك تقراش العكازة راهي من عندنا من تحت ما هنا نشوفه في الباطل وما ناش قاعدين نغيروا فيه خاطر المير دركا والجماعة نتاعهم راه بطوات والبطو نتاعهم هو الشيخ دايرة هذه واحدة نعطيك مثل عندنا قائمة ريفية كما يا سي عبد النور نعم اسمع فيك سي عمار شوف عندنا قائمة تاع بناء الريفي فيها 100 شخص عندها عامين وهي يطلعوها له البلدية تبقى عنده تروى ما يقرضيها ويعاود يرجعها للدراسة على جالواش هذا وباش يدير صحابه هذه وحدة وباش يدير تاع الرشوة اللي يمديه زوج وثلاثة وأربعة ملايين وأنا نتحداه وكذبت به عدة مرات في الجورنال والجورنال راهو عندي هنا وإذا كان بغيتو نبعث لكم منه كوبي تنشروه أنا عميها وعندي هنا يضرب قدامي نعم. كتبت به أربع مرات في الجورنال عندنا قرية بعيدة على مدوروش عين حجر ثلاث شهر نعم. ما داو لهمش الماء هذه واحدة فيما يخص العمل والله القرية هذه اون ديري متبعين سي عمار انا عم انا معك يا الجزائر راهي في خطر الان ما بقاش ماء وما بقاش تريسيتي وما بقاش بلدية وما بقاش رئيس بلدية راهي الان تكلم على استعمار من جديد أن تدخل أجنبي في الصحراء تاعنا وفي الجزائر الآن اختراق الأجواء الجزائرية والآن
راهي رايحة لحتى لإباحة الأراضي الجزائرية بمصادقة وبتهليل وباستنجاد من السلطة الحاكمة في الجزائر. كاينة منها، ونعطيك ليكزومبل هلا باز هذه تاع السوناطرات، ما عندهمش. ورحنا كي رحنا البترول وش يبقى لنا حنايا؟ وش عندنا في الجزائر؟ ها 99% كلها بترول، مداخل الجزائر، البطاطا اللي ناكلوها اللي نجيبوها من كندا هنشروها بهذيك القطره تاع البترول. ها سمح لي نكون جاوبك، شوف كيما الوحده تاعينا ميناص هذه اقتحموها، معايا؟ نعم. شوف الوحده هذي ما عندهمش ليزاجون سيكيورتي اللي يديو في 12 مليون في الشهر. كيفاه الوحده تاع السوناطرات هذه فيها 200 ولا 300 عامل تدخل مجموعة إرهابية بأربعة ولا خمس سيوطات ويحجزوا العمال وخمسين رهينة والديركتور ما يهز التليفون وما يعوط للدرك ما عيط للقوات يعني بالك مع مال هذوك راه يسمى منطقة محرمة منطقة ومنطقة كيما يقول لك راه مسمار عند خوه. إذا واش تفهم من هذا؟ سي عمار واش تفهم من هذا؟ واش تفهم؟ هذا يا أخي صراحة صراحة وش هذا؟ يعني تفهم من انه انا احب نترك نجاوبك، انا نفهم اتفضل نفهم باللي راهي افريقيا والساحل إيه؟ راهي بالممكن قبل الجوع ما تبقاش افريقيا وما تبقاش دول الساحل. السلام عليكم. بارك الله فيك سي عمار، هاك جاوبتني على السؤال تاعي. ناخذ مراد من الجزائر. الو السلام عليكم اخي عبد النور. السلام ورحمه الله وبركاته سي مراد. واش راك اخي عبد النور؟ والله الا باس كي نسمعوا صوتك نرتاحوا. السلام عليكم فضل. اخي عبد النور. اخي عبد النور سمح لي نرجع للذكرى تاع 21 الانقلاب العسكري اخي عبد النور. اخي عبد النور انقلاب العسكري اخي عبد النور. مأساة. نعم. تراجيديا اخي عبد النور. هي اللي وصلت من هذا الشيء كل شيء اللي رانا فيه اخي عبد النور. حنا السؤال اللي نطرحه اخي عبد النور، هذا الشيء كان ضروري اخي عبد النور؟ هذا الانقلاب العسكري هذا اللي دخل الجزائر في مطموره اخي عبد النور في نفق مظلم لحد الان. انا دائما نقول اخي عبد النور ندخل معك باللي الجزائر منذ الانقلاب العسكري الى يومنا هذا راهي عايشه في الظلام اخي عبد النور. مازال الجزائر ما طلعش عليها النهار اخي عبد النور. الجزائر راهي مختطفه اخي عبد النور وراهي تعاني وراهي تئن وكون جات تحس اخي تهدر كون هدرت وضبحت قالت الجزائر راهي مختطفه وراهي تعاني اخي عبد النور. انقلاب اللي سموه بعدميات باسم انقاذ الجمهوريه، هل هذه انقاذ الجمهوريه اخي عبد النور؟ المسؤول اللي يقول انقاذ الجمهوريه هو اللي حافظ على ارواح المواطنين 250 الف اخي عبد النور قتلوها وقال لك حافظنا على الجمهوريه، ما فهمناش احنا رانا نسالوا اخي عبد النور، يا ريت هذو اللي داروا الانقلاب العسكري يكفوا امامهم نسالهم، عندنا عيطه تساؤلات نسالوها اليوم اخي عبد النور، هل هذا الشيء كان ضروري؟ لماذا؟ لماذا اخي عبد النور؟ لماذا هذه المأساة الكبيرة الضخمة هذه اللي الجزائر ما صابتش صحتها اخي عبد النور منذ الانتكاسة تاع 91، هذا هو الأساس اخي عبد النور، هذا الانقلاب العسكري هو اللي دخل الجزائر في أتون ما عرفناش اخي عبد النور، ما نحنا ماناش عارفين كاع الأمور غموض اخي عبد النور، حنا دائما نتساءل اخي هل الشيء كان ضروري؟ هذا الشيء اللي صرا في الجزائر هل كان ضروري؟ انا مع الناس اللي كان يقول كل امور شرات مشات في طريقها في ظروف طبيعيه كان اخي عبد النور واحد ما يموتش. انا مع الذين يقول بلي كان ممكن واحد ما يموتش حتى 250 الف واحد ما كانش يموت كون اخذت امور مطارات طبيعي اخي عبد النور. هو سي مراد سي مراد نعم نعم ما اتهمت به الجبهه الاسلاميه الانقاذ لما تصل الى الحكم سوف تقتل وسوف تعمل اشياء وكل شيء فعلوه يعني بالفعل يعني اذا كان تنظير في الجبهه الاسلاميه هنا يعني تطبيق في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاعمال اللي كانوا يعني يخمنونها يعني كانوا في رصانهم فقط قال لك ان الجبهه الاسلاميه سوف تقوم بالاعمال وكذا وتلغي الانتخابات وتلغي الديمقراطيه وتلغي الاحزاب وتجعل المراه في المنزل والامن يروح الامن وجيراننا يخافون من لن يقبلوا قالوا لن يقبلوا جيراننا لن يقبلوا بدولة إسلامية في الجزائر والآن ماذا حدث؟ يعني كل هالتعبيرات تبقوهما بحذافرها. نعم أخي عبد النور هذه البروباغندا اللي كانت سايرة في التسعينات أخي عبد النور وبعض الصحفيين وبعض العلمانيين اللي نفخوا في سمومه أخي عبد النور
وهما اللي ساعدوهم. انا نقول باللي 250 الف اللي ماتت ما يتحملوهاش فقط اصحاب الانقلابيين، كذلك يتحملوها الصحفيين اخي عبد النور. وبعض التيارات السياسيه المحسوبه على العلمانيين قالت حافظنا على الديمقراطيه. يا اخي يا سلام، وراي الديمقراطيه اخي عبد النور هما اللي داروها، وكون داروا انقلاب عسكري اخي عبد النور وسلموا السلطه وداروا انتخابات وسلموا السلطه بطريقه سلميه وواحد ما ماتش، واه تما نشكو نذكرهم بخير اخي عبد النور. والديمقراطية اليوم اخي عبد النور مازال نفس العلب، قولوا ما بغيناش نخرجوا من الحكم. انا لومي عليهم اخي عبد النور، كونوا مش باغيين يخرجوا من الحكم، على داروا لنا هذاك الانفتاح السياسي وعلى داروا لنا فتحوا المجال وداروا انتخابات، على فين نصوا الطريق اخي عبد النور قطعوا الطريق؟ لماذا؟ لماذا هذا الخسائر الفاتحه؟ كون من الاول كون قالوا باللي احنا يا ودي ما نخرجوش من الحكم، هذه هي قضيه الاصل اخي عبد النور. هذا الجماعه اخي عبد النور كان عندهم مصالح اقتصاديه ضخمه اخي عبد النور، ما بغاوش يفرطوا بها مهما كان الثمن. ورانا سمعنا اخي عبد النور في قناتكم الصحافي تاع الوطن اللي راح عند بعض الجنرال قالوا مستعدين ندفعوا 60 الف قاتل اخي عبد النور على جال الانقلاب العسكري. 60 الف قاتل هذه حقيقه. نعم. لماذا؟ نعم، هذا الصحافي كان وقالوا باللي كان مستعدين نموتوا في سبيل الانقلاب العسكري 60 الف قاتل نقتلوها. يعني 60 الف قاتل يعني كيف هذا يستهزؤوا بالارواح تاع الناس اخي عبد النور؟ حنايا الى هما عندهم الجرأه يواجهونا، هذا الخمسه تاع سته تاع الناس اخي عبد النور قاعدين في صاله وحاشاكم يشربوا في الويسكي اخي عبد النور ويقرروا في المصير تاع 35 مليون جزائري. وخالد الزر قالوا دوسو سؤال الله جبنا محمد بوضياف في هذا الصلاه، قالوا جبنا محمد بوضياف. كيف انت يا بمزاجك كيف انت كيما طلعت له اخي عبد النور؟ احنا كيف طلعت لهم اخي عبد النور ما يشاوروا الشعب ما والو، دخلونا في حرب اهليه. احنا اخي عبد النور جيل ضاع 45 سنه اخي عبد النور جوالينا، لا زواج 45 سنه اخي عبد النور. نعرف حيطه ناس في عمرهم اخي عبد النور 45 سنه ما بيدوا زواج بيدوا العمل، مستقبل تاعهم ضاع. دائما يقولوا والله يا الناس ما نسمحوا لهم غدوا امام الله، اللي دخلونا في حرب اهليه 20 سنه اخي عبد النور. لماذا؟ احنا رانا حايرين، لماذا؟ هل هذا الشيء كان ضروري اخي عبد النور؟ احنا يعني ليه تقرر مصيري انا؟ لماذا تقرر مصيري بينك وبين الناس تاع الجبهات الايقاف؟ دبرت على دخل الشعب الجزائري اخي عبد النور في الوسط، علاه 250 الف قتلتوها؟ علاه؟ لماذا؟ احنا اخي عبد النور هذا الشيء كان ضروري؟ وبين اسبا لي ازمه مالي اخي عبد النور ما كانش قاعد يشاورك، وما كان لا واحد متحدث باسم رئيس حكومه يخرج للناس ويخاطبهم واش كاين واش ما كانش، ما كان والو، غموض تام غموض تام. لهذا تعرف على داروا الانقلاب العسكري اخي عبد النور، بيستفردوا بالسلطه بيستفردوا بالحكم. والان عرفت الامور وين راهي متجهه اخي عبد النور، ما عرفناش النهايه تاع الحشد هاي. انا نقول بلي الجزائر راهي امام طريقين اخي عبد النور، الطريق الاول دائما نهضر معاكم هذا الناس الحكم يديروا تغيير سلمي وهادئ، والطريق الثاني اخي عبد النور اللي ترويع ما نذكروش الطريق الثاني، مروع الطريق الثاني، ما كانش طريق ثالث اخي عبد النور. يا يديروا تغيير سلمي اخي عبد النور وهادئ، واول الطريق الثاني اخي عبد النور اخشى ما اخشاه ان راه يصير لنا اكثر من سوريا، اصبح غير المقبول اخي عبد النور عند الناس الاستئثار بالسلطه. رانا في 2013 اليوم راه عندنا الوعي اخي عبد النور، رانا نعرفوا الديمقراطيه ورانا نعرفوا التداول السلمي على السلطه ورانا نعرفوا القضاء المستقل. اليوم غير مقبول هذا الجزائر بالطريق اللي راهي ماشيه به، اصبح من الطريق في وقت قليل غير مقبول، الناس ما عادش تقبل خمسه تاع ناس ولا سته مستعصين بالثروه، والشعب الجزائري يعاني، ترى يعاني اخي عبد النور، كارثه اخي عبد النور. بارك الله فيك الوقت شويه سي مراد، بارك الله فيك سي مراد. والتغيير الراشد تغيير السلمي تناشده حركة رشاد كذلك، وتقول يعني وترى أن العنف هو ما هو إلا سيروم هذا النظام الذي يعني يقدر يعيش به حتى إلى يومنا هذا 22 سنة بعد الانقلاب. نصحح فقط أن الذي قال الذي بالنسبة للصحفي هو معمر فرح، هو من لوسوار دالجيري، أنه تلقوا تعليمات من النظام الجزائري أو من السلطة الحاكمة أنهم يعني يكونوا في أهبة إعلامية لأن هذا الانقلاب سوف ينجر عنه 60 ألف قتيل. يعني
يعني في تقديرات النظام كان هذاك الوقت كانوا مستعدين باش يقتلوا 60 ألف جزائري، وفلت الأمور ووصلت إلى 250 ألف، وكما هو معروف لكل جزائري وكل واحد، و 20 ألف مفقود ومختطف. شكرا لك سي مراد على هذه المداخلة. نأخذ أيمن من الجزائر. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. دخل في هذا الموضوع اللي هو كما نقوله موضوع جد هام، واللي رانا كما نقوله نشوفه فيه متألمين. عنا في نفس الوقت ما تجينيش الحيرة. علاه ما تجينيش الحيرة؟ انت دولة ونظام اللي ما يغيضهاش شعبها، كيفاش راح شعب مالي مسلم اللي تاني هما خاوتنا كيفاش حيغيض؟ كيفاش؟ تاني حاجة انه هذا الوضع اللي انا نعيشه فيه يكشف اسباب زيارة هولندا المسطور كما نقوله، نيرونون يديك نيجيب او اسباب الزيارة كما نقوله. اظن بلي كان التحضير الى هذا الاجتياح، شوف هذا يكشف المسطور كما نقوله. نعم. علاه جزار نيرونون تعاملات نيوالو جار وحدت فيه كما نقولوا نقاشات وفي الموضوع وتفاهموا سيبوا عطاو لاكور. دوك حنا حبيت عندي كما نقولوا ملاحظه للنظام هذا. تفرجوا شويه لي فيلم هادو لي سيناريو، خلاص عادوا تافهين. الشعب فاق. كيفاش انت تخلي فرنسا تتدخل ومن بعد فرنسا من بعد الرئيس يصرح يقول باللي الجزائر خلتنا نمروا على المجال الجوي، ومن بعد انت تدير لقطه في عينا ميناس باش تقول باللي رانا ضرينا ولازم نعاونوهم. يا اخي تمسخر بينا عينا ميناس، انت عينا ميناس يصرى فيها تدخل، شكون يقدر اصلا يدخل على عينا ميناس؟ ما كانش منها، ما يقدروش يديروا حاجه بلا عينا ميناس. كل ان كيلومتر كاين باراج، كيفاش داروا؟ ويعجبك داو غير الاجانب باش يزيدوا كما نقولوا يديروا ضغط على الشعب انه الارهاب قتل اجانب هادو حيكونوا باين فرنسيين غرب، ثم لازم كما نقولوا تتدخل باش تعمل هذا. كما نقولوا سيناريو تافه وجد مفهوم، ثم اللي ما فهموش غير يروح يديكلاري على روحه واش راح يدير. هذا كما نقولوا وما جاتش كما نقولوا حاجه ماهيش محيره، باسكو اصلا النظام شعبه ما غاضوش، ثم كلش مخدومه يعني شعبه يموت. كلش مكشوف. ما يحتاج تحليل الأمر ما يحتاج تحليل، كلش مكشوف. المنطق يمشي معك. كيفاش انت نظام يقول لك لا غالب سيطرنا على ذكرنا كما قلت من الأول سي أمين وي يعني معك اسمه ذكرنا بال95 لما النظام يعني دار المجازر باش يغطي عليها راح درنا تاع الطيارة تاع فرنسا وتاع ها لا سيناريو كيما نقولوا تافه ما ماهوش مخدوم. اخدم سيناريو مليح كي تحب تكذب، وكاع اخدم سيناريو مليح ولا سي با لا بان تكذب ولا سي با لا بان تلفق. كيفاش تقول قضينا على 99% جرائم كل يوم، ايقاف ارهابيين بحوزتهم عن باليش انا، ومن بعد عينا مناص يطلع لك ياك الارهاب قلت راه في النار في الجبال دوكا ولا ثاني ارهاب في الصحراء. هذا الشيء مخدوم سيناريو باين كما نقولوا سيناريو يتعاود في كل مره يتعاود، والناس مساكن كما نقولوا يامنوا بالغوله، مازالهم يامنوا بقضيه بابا نوال والغوله والحوايج، مازالهم في عصر الجاهليه. وانا بالنسبه لي نجح هذا النظام انه من كما نقولوا بالدليل انه سيطر على نظام التعليم وجهل الناس، حبوا يرجعونا كيما ليبيا. دوك ما تفهمش الشعب ما عادش يعرف حقه من واجبه، ما عادش يعرف الحق من الواجب، ما يفرقش بين الحق والواجب. كيفاش تحبوا يفهم قضايا كيما هذه؟ كيفاش تحبوا ما يصدقش سيناريو تافه؟ ونرجعوا ديما للتعليم، انسان عيني جاهل كيما نقولوا عنده لي ديبريسيون. 80% من الشعب الجزائري عنده ضغط نفسي، 80% اصلا ماهوش يسمع في بالامور الخارجيه هذو، ماهوش سامع اصلا بالمالي هذه، ماهوش سامع بها حتى اللي تتزاقى ونزيدو شيء. وفرنسا كيما نقولوا انا فرنسا ما دامها دخلت في مالي عندها ارباح، من كيما نقولوا من المستبعد دوله كبيره وباش تتدخل بالجيش تاعها وتخسر اموال بدون عندها ارباح، سير عندها ريكوبيراسيون دو سون بوش. ما نضرش تحب الماليين باش تدخل. فوالا سير عندها. شكرا لك سي امين على المداخله. ناخذ ابراهيم من باب الواد. نرجع الى باب الواد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ألو سلام ورحمة الله وبركاته. سي إبراهيم أهلا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك الله يبارك.
تفضل. والله في الحقيقة العلو شوية يعني قضية عمالية كشفت المستورة يعني ما كان حتى حاجة مستورة في الحقيقة كلش باين للشعب غير اللي معمل بصارة غالي ما هوش حاب يشوف يعني هو الحقيقة على الوضع أنه شيء جالي باين للعامة كان باللي هذا النظام هذا يا أو يخلص فلات تاكس انتهى البقاء تاعه في تاريجين سومي لأوروب باسكو في تاريجين إليجيتيم تو سامبلومون والأغلبية تاع الشعب فاهمة باللي النظام هذا يا إلي كونتر زعما الإسلاميين ولا هما لا هو سي با لا فيريتي لا فيريتي أنه النظام هذايا كونتر لا يعني جميع واحد صالح في هذه الأمة اكتب معايا نعم نعم نسمع فيك سي إبراهيم يعني النظام هذايا إلي كونتر كاع الجادة اللي كاينة في الجزائر يعني أن سارتان مومون نشوفوا بلي لوندوما تاع الكوديتا تاع 92 نعم اكسيوني الكوديتا دون لو بيت بلي فون يكارتي ستادير لوبوزيسيون سيريوز من اسمهم لاشين بوليتيك اوغدوا يعني النظام تاع الحكم يوليهم وهي في الحقيقة هذه غلطة وتحضرني هنايا كلمة قالها الشيخ محمد سعيد الله يرحمه في الجمعة الأخيرة الله اللي أداها في المسجد تاع القبة وهي كلمة هادئة للرئيس بوضياف الله يرحمه قالوا باللي والله ما جاءوا بك لتحكم ولكن جابوك كما جابوا بن بلال 62 وعندما يكملوا بك يرميوك وكانت الرمية تاع بوضياف الله يرحمه ما يش كما رمية تاع بن بلال الله يرحمه من الزوج الله يرحمهم ويرحم جميع الأمهات. بارك الله فيك. وهذا واش عندي نقول السلام عليكم. سلام ورحمة الله بارك الله فيك سي إبراهيم على المكالمة. ناخذ توفيق من الجزائر. ألو السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركة سي توفيق اللهم مرحبا بك. أهلا بك عبد النور. عبد النور أنا حبيت نسقسيك على السؤال الجزائري كان الأزمة اللي في فرنسا تسمح لها باش تدخل مالي. إذا أنا بس سيناريو ديالو شوف عبد النور أنا هذا نعم. هذا السيناريو هذا اللي مديرو فيه تاع المالي هذا هذا السيناريو تاعو راح يكمل نهار الحلقة الثانية تاعو نهار الأحد ولا نهار الاثنين إن شاء الله عباك باش يكملوه نعم الدبلوماسيين تاع الجزائر ديك نوروهم نعم هذوك راح يكملوهم بهذوك وما يديرونا فيهم مليح نهار الأحد ولا نهار الاثنين يقولك بلي هاي قوة الأمن دخلات ونقضتهم وكذا منا وتوفى بيان النظام هذا اللي ما ينجمش يوفر للشعب تاعو الماء وفي الثلج أزمة تاع الثلج ما ينجمش يقعد الشعب تاعو في الثلج يا ترى يتدخل في قوة كيما هذيك ويتدخل يقول أنا قوة الجزائر يرحم بابك هذيك عين عمي نصر الله وتشوفها قسما بالله العظيم فيها كازيرنات تاع الجيش وكازيرنات تاع الجندار جاوهم يجرو دخلوا خرجوهم طاف ما كاين والو الله يجعل خير خويا عبد النور السلام عليكم الله يعاونكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا خويا توفيق على لهذه المداخلة الو نعم الو شكون معايا الو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكون معايا ابو ايمن ابو ايمن بالعباس ابو ايمن اهلا ومرحبا بك وبناس بالعباس الله يحفظك بارك الله فيكم على كل حال الامر مفضوح فالجزائر خسيرة الكثير في هذا التدخل المالي التدخل الفرنسي في شمال مالي الجزائر خسرت السيادة الوطنية وخسرت شعبها التي خسرته من قبل فأخذ السبعة الأولى هي عندما صرح فرانسوا هولون مع وزير خارجيته صرحوا بأن الجزائر أعطتنا الأمر بالدخول أو سمحت لنا بالدخول بدون شرط معنى أن الجزائر هي ولاية فرنسية ولاية فرنسية تستطيع فرنسا
أن تنتهك أجواءها في كل وقت وحين. وأنا لا ألوم فرنسا قدر ما ألوم المجتمع المدني وأبناء الشهداء والمجاهدين والذين يتشدقون بالوطنية وينظرون لنا الوطنية. فأنا ألوم هؤلاء الذين ما زالوا لحد ساكتين عن أمر عظيم وكأنهم شركاء فيما وكأنهم شركاء في جريمة. لأن فرانسوا عندما جاء عنده 21 نجاة، فهم سوقوا لنا بأن فرانسوا جاء من أجل أمر اقتصادي بس، ولكن الأمر المهم والأهم هو جاء من أجل الهجوم على المالي والتسهيلات من الجزائر واللوجستيك. لو الجزائر، لو المسؤولين الجزائريين يصارحون شعبهم فاللوجستيك من الجزائر، لأن فرنسا لا تضحي بأبنائها بلاش، تضحي بأبنائها بالمقابل. فالمنطقة منطقة ثرواتية، فيها الأوريوم، فيها الذهب، فيها البترول، فيها الغاز. ففرنسا غادي تدير قواعد عسكرية هناك، هذا بدون شك. لهذا صرح فرانسوا وقال بأن الحرب طويلة، بأن الحرب طويلة وسنبقى هناك. ولكن هذا، ولكن هذا فرنسا عرفنا وش تربح، ولكن الشعب الجزائري والجزائر ماذا تربح؟ شكرا. الشعب الجزائري يا اخي عبد النور هو مغيب، الشعب الجزائري هو مغيب في كل قرار مغيب، وليس له الحق في الكلام. الشعب الجزائري عبيد، انه مستعمر. الى متى محتل. الى متى وانه محتل إلى متى؟ إلى أن يقوم رجال صالحون يخافون الله في هذه الأمة ويسعون من أجل إصلاح ما أفسدوا هذا النظام. نعم. وهؤلاء النخبة الذين يدعون ويتشدقون، هؤلاء النخبة في كل مرة يظهرون علينا هكذا، فما بالهم الآن في شعورهم؟ لماذا لا يخرجون ويتكلمون؟ هذا النظام سيأخذ كلهم إلى السجن، هذا من المستحيلات التبع. يخرجون مع الشعب إلى الشارع ويتكلمون مع النظام في الشارع، فيجدون الشعب معهم، فسوف يساندهم الشعب وسوف يعانقهم الشعب، وتم ستكون له قيمة في أوساط الشعب. بارك الله فيك، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. سلام ورحمه الله وبارك الله فيك خويا. ناخذ جمال من مدينه المديه. من مدينه المديه سي جمال، مرحبا بك. سلام. سلام ورحمه الله وبركاته. وصل خويا لاباس؟ الحمد لله، الله يسلمك سي جمال، الله يحفظك. انقطعت مكالمة جمال، ناخذ مكالمة أخرى. عاود رجع لنا سي جمال. ألو، عمار من سكيكدا. سي عمار أهلا ومرحبا بك. سي عمار مساء النور. سي عبد النور مساء الخير. مساء النور، واش راك يا اخي لاباس؟ والله الحمد لله، كنت تكونوا لاباس نكونوا حنا لاباس. واش حبني نقول لك يا سي عبد النور؟ ها؟ نعم. شوف سي عبد النور، كنت ترجع لواحد الشهر، واحد الشهر ونص تقريبا، ها؟ نعم. شفت صلاحيات تاع الدفاع عطاها بوتفليقة الجنازية، ها؟ ايه؟ يعني في الضربه هذيك على بالي راه كاينه حاجه، واليوم بالخصوص هولون باش يهضر مع الرئيس، ما عجبهولوش، هضر مع رئيس الحكومه. نعم. فهمي اه؟ نعم نعم، نسمع فيك سي جمال. ها. سي يعني هذه هاي تبين لك حوايج.
دوك قضيه هذه هاي تاع الضربه تاع كاين اناناس اي الاناناس راهي الجيش جاب بالجيش وكل شيء ما تقدرش تعدي خلاص هذه المحال اه يعني شيء غريب باش يجيو جماعه يديروا كيما هذا والله العظيم واش راح نقول لك انا كي تسمع واش باش تعدي اي اناناس يحب لك اه ولكن مع الوقت هاد الايامات كاين حوايج في الكواليس ماهيش باينه اه بوشريقة دوك راهو عبارة عن صورة أكثر من سعد النور نعم سي عمار الرئيس راهو عبارة عن صورة راهو كاين صراع في القمة أه كاين صراع كبير حتى في المخابرات نفسها كاين صراع كبير أه الشاب ولا هنا اللي باهم فيه أه الصراع على السلطة أم الصراع على ماذا؟ سي عمار صراع على السلطة وصراع حتى على باش يكون يحكم بلاصه اللي حاكم المخابرات. نعم. صراع على السلطة. صراع على السلطة. صراع على السلطة. لأن الجزائر فيها زوج سلطات، كاين الرئيس يحط وكاين المخابرات، تبقى ديما السلطة موالية. نعم. هذا هو المشكل، هذا هو لب الموضوع، أه؟ نعم. درك بالله هك إن شاء الله أو يبان الأخبار. التوريد كنت شوف هذاك تاع الاطباء قال لك كاين 7000 طبيب ماهيش مؤهلين باش يداويو الناس اه ما عندهمش التعليم الكافي نعم هذا من تداعيات نعم والاخرين يداويو في الضرب الجزائري هذا ما جاءت به الصحافه الجزائريه ان 7000 طبيب مختص غير مؤهلين لمداواه المرضى الجزائريين شكرا لك سي عمار على المكالمه ناخذ مكالمه سليم لان الوقت شويه داهمنا سي سليم اهلا مرحبا بك. الله يسلمك صح اخويا لاباس. اهلا مرحبا بك خويا سليم. لاباس الحمد لله يسلمك. تفضل سي سليم. الو وي السلام عليكم. سلام ورحمة الله بك، اسمعوا فيك. الحمد لله. خويا عبد الله حبيت نسخ فيك حاجة. تفضل سي سليم تفضل. حبيت نسخ فيك حاجة معليش. نعم تفضل. اين ميناس جاية في مالي في الجزائر اين ميناس جاية في مالي راك تسمع فيا سي سليم انا اسمع فيك لا خلاص قلنا موجودة في الجزائر اين من الناس انا اسمع فيك نعم هاك تسمعني من التلفزيون سي سليم بعد التلفزيون هاك تسمع فيا من التلفزيون لا ماشي حبيت نفهم حاجة أبار يبدو أن سليم مش يسمع فيا آخذ مكالمة أخرى أنا اسمع فيك أنا اسمع ألو نعم ألو يعني اسمع فيك أخي عبد الناصر اتكلم أخويا اتكلم الوقت ذهبنا ايه قلت لك الجزائر قلت لك اين ميناس اسكو جا في مالي وجاوبتك قلت لك ماشي في مالي موجوده في الجزائر صح كيفاش هادو ارهابيين يدخلوا لاباس تاع لاباس هنا في الجزائر وحنا جزائريين باش تروح لاين ميناس ولا اي بلاصه لازمك لي سي باسي وتجوز على 100 مباراه بارك الله فيك نعم هادي برك ولا جاي عادي اين ميناس في مالي تما لازم نتوما جامد مام نتوما ما جبتونا حتى تما خبر رازا تما صحيح كيما نقولوا تما شغل تشوفوا لي بارون تاوانا ولا العسكر تاوانا كانوا كيما يقولوا كانوا كيش نفهمك فيها تما كانوا كي كانوا يسلكوا فيهم ولا ما جبتونا حتى تصويره تما تبين باللي صح تما اذا كانت عين ميناس جايه في مالي وانتوما لازم ديروا فيزا وتروحوا للمالي ولا جايه في الجزائر هذيك حاجه نعم. ولا في الحكايه اللي داروها كاع ما كاش منها وعلاه يعني في رايك هذا لا دايرين الحكايه هذه في رايك لماذا؟ شوف يا ربي شغل هذه فتنه هذه يعني ماشي في انتم راكم ديروا في فتنه لا راهم هادو مع الزعيبات هادوما يديروا فتنه للجيريين تاعنا هذا ما كان كيفاش 600 الواحد يخدم في عين ميناس ما كاش اللي عنده فاميليا هنا في الجزائر وسمع بهذا الوافع
صح شكون اللي دير هذه القصه هذه؟ شكون اللي اختلقها سي سليم؟ شوف اخي والله شوف حنايا يا اخي يا اخي دوكا شغل كيما يقولوا ماشي غير في الدار اللي ناضت الفتن عادي تما راهي من البكري تما فاهد الرسول وهذا الفتن كاين منهم اخي. لا لا يا اخي عبد الله ما نرجعوش للتاريخ وكل شيء كنا نوقف التاريخ نقعدوا اسابيع باش نكلموا عليه. لا هذه الفتنه شكون اللي خلقها في الجزائر؟ شوف باش تما هي نورمالمون شغل الدول الاجنبيه هادو الغربيه وفرنسا وجماعات هادو اللي راهم يديروا في هذه المشاكل وهذا ما كان هذا بصح هما اللي يديروا هما يديروا فتنه احنا نمشيو معاهم ولا كيفاش؟ كيف السلطه تاعنا جات معاهم ولا كيفاش؟ دوكا دوك نقول لك حاجه دوكا شوف دوكا فرنسا كي راحت خلات ولادها ويا رايحه وحنا نعيشوا هكذا وخلاص باش تقول كيما قال الاخ مقدم قال تغير وما تغير حنا ما تغيرني حتى حاجه فبروف يا اخي جا هولندا غير كيما شغل منا شغل منا يلصقوا له في العلامات وما يحاسبوا في السيد يقول لك علاش يدوس له في يده نعم صح ولا لا؟ ما يا عبد الله نعم نعم والله شغل حنا دوكا شغل باش تقول تسقم البلاد والدنيا هذه كاع ما كاش منها شغل نقعدوا كاع وين رايحة؟ كيفاش تخيل الجزائر في 2000 كيفاش سي سليم؟ حياة دونكا غير بصح كيفاش تخيل الجزائر بعد 10 سنوات مثلا؟ دوكا 10 سنوات هكذا لا 10 سنوات نديروا نولوا للمور كثر وكثر نقولوا للور باسكو انا مام هادو جبابرة والملوك هادو ما مازال عندهم ولادهم ولاد ولادهم انت 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 فرنسا باش تسمى تخلي عباد شوف كاش نهار انت لقيت جينيرو يهضر بالعربيه ويهضر مع الناس هاكا اون بلاس بيبليك هاكا بالعربيه لابلي بار كاع يهضروا بالفرنسي وريني يحكي ولا هولوند يخطب لينا كنا نحبوا نسمعوا الاخبار نسمعوا هولوند هو اللي يحكي لنا الاخبارات ولا فابيوس ولا شغل ايه تشوفهم هكذا شغل هولاند شغل جاك شيراك تشوف شغل جينيرو شغل دو شغل ولا ويهدر بارك الله فيك سي سليم بارك الله فيك سي سليم نختم بمكالمه سليم شويه الوقت ديالنا بارك الله فيك اخويا ما يكون غير الخير ان شاء الله ان شاء الله ما يكون غير الخير وان شاء الله يكون التغيير ان شاء الله يكون عندك شويه امل ان شاء الله يبدل رايك ويكون عندك امل باش يكون التغيير ان شاء الله ويكون قادم ان شاء الله. شكرا لكم جميعا وسوف نتابع معكم مستجدات هذا التدخل وهذه القضية وتداعياتها على مستقبل الجزائر وما ينجر عنه من عواقب خطيرة ووخيمة لا يعلمها إلا الله. إلا أن ألقى لكم هذه تحياتي وتحيات الفرقة التقنية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر زادو العدس زادو المعيشه كاع السكنه كاين ديكا كي ماشي قادر تقول لي يروح بلاد العداله نايمه والحقره قايمه.